أكل السجون كيف يا ترى ممكن يكون؟ والله حلو ضابطك يا شعر. أكيد حضرتوا أفلام شفتوا فيها كيف أكل السجن مرات بكون كثير منظره غريب. اليوم بهذا الفيديو بدنا نعرف طعم أكل السجون في الأردن والسعودية. وشريكي معاي اليوم حيكون شخص أول مرة بتشوفوه معاي بالقناة. تاح إيش الفكرة التافهة هذه؟ يعني دحين قارنا وكل حاجة. هل انت في المستقبل مخطط انك تسوي جريمة مثلا؟ وصلوا الفيديو هاد 200,000 لايك وحنعيش اسبوع انا وتاح جوا السجن. ايش باب وصلوا 200,000 لايك زي ما حكيت لكم. والله بعملها. اتشرفت بشوفتك والله العظيم. بلا كذب يا زلمة. والله اتشرفت بشوفتك. تعرفوا زغلول نفسه قدام الكاميرا نفسه عشان ما في اي تغير الا شيء واحد عيونه ما شاء الله زرقاء بزيادة يعني في التصوير ما يبان زي كذا. تعال ناكل يا كبير. مع السلامة. ليتس جو. ابويا ده ايش بوم متاخر كده يا زغلول يا ابني خلاص انت بتطبخ لنا راس انسان ولا ايش بالضبط؟ انا اليوم متعايشك جو سجون صح. جبت معاي كمان هاي فضل يصحك. هذا اكل سجن اردني. الاردن. بس في غلطه احكي لكم اياها. بالسجن ممنوع تكون معلقه من حديد. ليش؟ عشان ولا واحد يقطع الثاني. حلو. يعني اي اشي فيه معدن ما بحطوه لانه بتعرف اللي بكون بالسجن اغبية. لا انا اساسا وجهك مو عاجب. جاهز؟ جاهز. نفتح الاكل. 1 2 3 الرز اسود. ايش ذا؟ هل تعرف شو اسمها؟ ايش اسمها؟ مجدرة. ايش هذا؟ مين طبخ الشي ذا؟ الشيف اللي طبخ هاي الاكلة اسطوري. والله مو اسطوري. انا حكمت من الشكل خلاص ما ابغى احكم لا من جوا يا عمي. وانت بقول لك اكل السجون مش اكل السجون والطباخ. لا 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 شاطر. المهم يلا نبلش اكل. بسم الله. يلا بسم الله. بس لحظه حضرتوا الفيديو اللي نزلته على 360 فيوز؟ علقت يا جماعه لانه حنركب اطول زيب لاين في الاردن. اللينك حسيبه بالدسكريبشن. بدي اياكم تكونوا كثير هناك وانشروا الفيديو قد ما تقدروا. خليني اكمل. لا صحيح هذا الاكل عشان احنا بنهتم بالسجناء تبعونا. دقيقه ايش هذا؟ لبن. لبن ازرق اول مره في حياتي اشوف. لا افتحوا افتحوا انت مش حتاكل العلبه. شو متخلف. معليش والله. يا احطها كذا. للمعلوميه يا احبتي ترى انا اتعلمت اردني اشي كثير كثير هسا وقت. انت مش من كل كلمه تربطهم مع بعض بصيروا جمله صح. يعني هسا وكتير يعني هذا الاكل كتير زاكي مثلا. ايوه صح اشي كتير كتير زاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحه انت حتنزل المقطع هذا وانا في الاردن ولا بعد ما اروح السعودية؟ لا وانت بالاردن. شيء اشي كتير كتير زاكي. لا احكي بصراحة. اكل سجن عادي خذ راحتك. والله تعبان صح. تعبان؟ هل تعلم؟ هاي معلومة. تعرف ان المجدرة فيها كثير فوائد؟ انا مو عارف شو هي بس هي فيها كثير فوائد. دقيقة خلينا اجرب مرة ثانية. لا اغمش اغمش. اغمش لازم؟ شايفين على طول فهمتوا. قال لي اغمش يعني جيبهم على بعض. قلب الفيديو تحدي الاهجان. تقييمه من 10؟ 3 من 10. اوكي 3 من والله قول 4 من 10. 4 من 10. هات شوي. طالما اكل السجن الاردني ما عجبك يا بطل هلا بدك تعمل لنا اكل سجن سعودي عشان نقارن وعشان تعرف شغله. اتاحوا قبل هيك انسجن خباب كبير. لا خلينا نوضح للناس. قبل هيك طلع غلط بارتيوب. بارتيوب بحبسه صح. حاليا خلينا نروح مع تاح وهو بيطبخ. يا ابو يلا يا كبير بدي اشوف ابداعك بالطبخ. تمام بما انك كنت مسجون قبل هيك حتعرف تطلع لنا اكل سعودي. هاي المطبخ تحت تصرفك. ابدع. سلام. هذا زعتر؟ يا اخي هنا في معلومة غريبة. انا رحت اكثر من بيت اردني تمام؟ عشان الله ليش عندهم زعتر يا اخي؟ في كل البيوت يعني تلقى حتى في الحمام في زعتر. ما شاء الله تبارك الله. دحين انا من وين ابدا؟ ما شاء الله المطبخ جدا زاكي. هسه انا بعمل لكم ايش كنت بسوي؟ ايوه اكلات السجون. خشيت جوجل وباذن الله بفتي له اي شيء. يا ترى كيف حيكون الاكل السعودي؟ هل حيكون اسكى من الاكل الاردني ولا لا؟ بدي اياكم تحضروا الفيديو للاخر لانه في معلومه مفيده بدي اعطيكم اياها. تاحوا يا تاحوا يلا يا سلام. شو بتطبخ منسف؟ يجي طلع منظر. هيو هيو دي
عندك. هيو تفضل. هذا هو الاكل السعودي. شوفوا الصراحه شكله ابو كلب. ما عليك، ما انا القلب العمق ما نحكم بالاشكال والعياذ بالله. ما عليك، ممكن انا ما عرفت اضبطها بس هسه حتشوف. لا اكل فعلا. اكل سجن فعلا. اظن واضحه مين فايز. تمام. يلا بسم الله. لا تخوي والله عنك. ولو تبقى الصراحة انت اللي حتجربها فاهم. والله لا تاكل معاي. لا انت حتجربها. ليه يا حبيبي وانا مسجون لحالي؟ لا انا طبخ معي. لا لا انت لوحدك مسجون. انا مقيش طباخ. ليه لبط انت حط معه جلي؟ هم من جد انت حتجربها في البداية لانه انت ضيف عندنا في السجن السعودي. فهمت فهمت. الريحة الريحة ما شاء الله كم الوردة بين الأزهار الريحة. يا عمي بلا كذب يا عمي. طب سؤال، شو المكونات؟ دجاج ورز كذا لخبطتهم مع بعض لين ما صاروا كذا. والدجاج شلت منها العظم. ليش؟ ليش؟ لأنه يقول لك هناك العظم مادة خطيرة، فبالتالي يسووا منها يا سلاسل يا أشياء تضر الناس. برضو كمان هناك عندنا مهندسين وكذا فاهم؟ يسووا منها مفتاح يعني. لأي واحد مسجون اكتب لي تحت بالكومنتات إذا معلومته صح ولا لا. ما عليكم صح. اوكي خلينا نجرب. انا كثير خايف والله اجرب هذا الاكل. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاكل زاكي. بسم الله. لا شيل اكثر عشان نشوف اذا بتموت ولا. بسم الله. بشر 10 من 10. باين من وجهه شايفين حمر. يعني هذا معناه ايش؟ معناه انه الاكل جميل جدا جدا. اوبو انا ما حتكلم، وجهه يبان الكتاب من غلافه واضح. انا يعني في عندي لخبطه مشاعر. لخبطه مشاعر لانه الاكل هذا ضرح الاكل الاردني. تفهمين انتوا لما تحطوا كب كيك مع لحمه ودجاج يعني جميل. شكرا لك الله يسعدك على راسي من فوق. قول. لا انا بعدين حاكل والله. غير تاكل هلا هلا لازم. طلعوا المنظر. المنظر جميل جدا جد. هيك تطبخوا بالاكل بالسجن بالسعوديه؟ عشان ان شاء الله لما تنسجن وانت راجع. لا لا تقول ان شاء الله والعياذ بالله. استغفر الله. احكي لي عن جمال الاكل اللي عم تاكله. في زباله اذا بدك وراي. وين؟ وراي انا. الاكل جميل جدا. بس الطباخ الظاهر يعني حمار. حمار ونص. انا هاي رساله جدا مهمه. اذا اي حدا المجرم اللي جواتك اطفيه وما تنسجن بالسعوديه. اذا كثير كابسه معك تنسجن، انسجن بالاردن. على الاقل تاكله من جده. السجن بالسعوديه. السجن بالسعوديه. شو ابوي انت ايش الاكل هذا؟ السجن في السعوديه اروق وزاكي. اروق وزاكي وهسه وكل حاجه بلش كل حاجه. يا جماعه هذا هو كان الفيديو قناه تاعه بالديسكربشن. وما حد ينسجن بالسعوديه. واذا حابين اعمل من هذا الموضوع سلسله اكتبوا لي تحت بالكومنتات. انسجنوا في السعوديه. طيب يا زغلول انت ما قيمت. كم من 10؟